حزب الثوره المستمر. وقال وانا قاعد ورا كده احنا كنا قاعدين الدكتور سعد ربنا يخرج الشاب وبيبقى قاعد كده وعلى اليمين اخواننا حريه العداله احنا كده، بس انا مش شايف هم ليه كده واحنا كده عادي اقعد وخلاص. قال لي انت عارف انتوا قاعدين هنا ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي الكتله الاولى تبقى على يمين رئيس المجلس والكتله الثانيه تبقى على شماله. قال لي انت عارف انتوا قاعدين مكان مين؟ قلت له لا. قال لي دي مكان مجموعه 88 2005. قال لي عارف هم قاعدين مكان مين؟ وحاطط ايده على كتفي وبالراحه كده وهو. قلت له قال لي مكان الحزب الوطني. قال لي عارف الاستاذ حسين ابراهيم قاعد مكان مين؟ قلت له ولا اعرف، وانا كنت يعني بايت انا جاي من الزنزانه على ايه؟ من الزنزانه والله من الليمان الى البرلمان، ده جابونا من على المسار، تخش ادخل ادخل. اللي كان لابس فضاره واللي كان ما اعرفش مين ادفع خش المجلس. راح قال لي انت عارف قاعد مكان الاستاذ مكان كامل الشاذلي. قلت له ربنا يوفقك. قال لي عارف الاستاذ عصام عمران قاعد مكان مين؟ قلت له لا. قال لي ده مكان احمد عز. قلت له يا رب اقدر الله عز وجل الناس بالخير ربنا يثبتهم. قال لي عارف بعد 10 سنين؟ قلت له ايه؟ قال لي انت هتقعدوا هناك. قلت له ليه كده؟ قال لي عشان هم هيقعدوا هناك. قلت له يقعدوا هناك فين؟ قال لي يقعدوا هناك مع انبار. والله. قلت له لا والله الارض لهم زاد. اسال الله ان يحفظهم وان يبارك فيهم وان يثبتهم، احنا وانا وانت وهم ان شاء الله هندلنا مع بعض لحد دي سفينه، احنا كلنا فيها مع بعض. قال لي سفينه؟ قال لي والله العظيم انتوا ناس طيبين، انا ده اللي هيجنني من السلفيين.